استاذ مخلد، ولكن ماذا عن الجهد الاستخباري يعني في هذا الموضوع؟ يعني حتى هنالك يعني من يقف امام بعض المستشفيات، ماذا عن مراقبه المستشفيات كما اشار يعني من استطلعت ارائهم حول هذا الموضوع ايضا؟ علينا ان لا ننسى اليوم في العراق ليس فقط هذا النوع من الجرائم ترتكب، يعني حقيقه الجهد الاستخباراتي موزع الى مدايات بعيده في انواع أخرى من الجرائم، سواء المخدرات، سواء الجريمة المنظمة، سواء الكثير من الأمور. بالتالي هذه المديرية اللي هي مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر هي يعني نخبوية صحيح، لكن هي ناشئة حديثة، يعني هي بعد 2016 بدأت تنشأ هذه المديرية بسبب ازدياد عمليات الاتجار بالبشر، وبالتالي يعني النتائج التي حققت لحد الآن تعتبر نتائج يعني إيجابية قياسا بتأسيس هذه المديرية.